السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذه اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الفرحه اخرى بعد فرحه تفعيل القناه، الا وهي فرحه النجاح ديال ولدي في امتحانات البكالوريا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لقيت من الضروري انني نشارك معكم هذا الفيديو هذا ونوصل لكم الفرحه ديالي. والحمد لله النتيجه كانت مزيانه، ربي ما حشمناش. وكما كنت شاركت معكم اولا ديك لا فيديو اللي هدرنا فيها على ظروف الحجر الصحي والظروف الصعيبه اللي كيدوزو منها الوليدات، ولكن بالجد والمثابره كنحمد الله ونشكره انه ما خيبش املنا في وليداتنا. وبغيت نبارك حتى الولد خويا، حتى هو راه نجاح، والوليدات اللي معاه ولدي كاملين الحمد لله اللي توفقوا، واللي ما توفقوش ان شاء الله ياخذوا فرصه اخرى في الدوره الاستدراكيه. وان شاء الله نتمنوا التوفيق للجميع. وقلت من الضروري انني نشارك مع المشاهدين الفرحه ديالي بهذا النجاح هذا، كنا كنتسناوها بفارغ الصبر. وشكرا جزيلا لكم والى اللقاء.